برلين عرضية و بيسجل مارتين تهلين في دقيقة 5:30 أول أهداف المباراة. هدف دقيقة 35 ثانية. معلش تعود إن شاء الله. كرة عرضية وهم مشهورين بالكرة العرضية الواقع. مارتين دهلين لاعب بروسيا منشن جلانباخ، شفنا الكرة ارتفعت بالعرض ودخل لوحده، ما كان في أي مضايقة له وحطها، سجل بها الهدف الأول. لا يزال الوقت مبكر إن شاء الله. محمد الخليوي يتاخذ من الخليوي وحيشوط المرمى والتعيع. كينت اندرسون، كينت اندرسون بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 5:30 برضو من الشوط الثاني. دقيقة 35 ثانية من الشوط الثاني بيسجل كينت اندرسون الهدف الثاني. فهد الغشيان، يلا يا فهد، يلا يا فهد، تعال عادي، فوق جول، فوق جول، فوق جول، فوق جول، فوق جول، فهد، فهد، فهد. فهد الغشيان، دقيقة 40، هدف لمنتخبنا الوطني، يؤكد به حضوره وحضور المنتخب حتى الدقائق الأخيرة. هدف جميل وكاد فهد انه يعملها قبل كده، شغال مهاراته وعدى من وسط ثلاثة وحطها على طول في حلق مرمى توماس رافيلي. عطية حيشوط الهدف الثالث. كينيث اندرسون في الوقت اللي كنا بنقول انه احنا في حاجة الى هدف. بيسجل الهدف الثالث الدقيقة 42. كينيث اندرسون الهدف. عدى زي ما قلنا كل